قال لوقا البشير: رفع يسوع عينيه نحو تلاميذه وقال: طوبى لكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت السماوات. طوبى لكم أيها الجياع الآن، لأنكم ستشبعون. طوبى لكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. طوبى لكم حين يبغضكم الناس، وحين يرذلونكم ويعيرونكم وينبذون اسمكم كأنه شرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فها إن أجركم عظيم في السماء، فهكذا كان آباؤهم يفعلون بالأنبياء. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، لأنكم نلتم جزاءكم وعزاءكم. الويل لكم أيها المتخمون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم حين يمدحكم جميع الناس، فهكذا كان آباؤهم يفعلون بالأنبياء الكذابين. حقا والأمان لجميعكم. في عيد القديسة تيريزيا يلي بيوقع بأول يوم من تشرين، بتعرفوا دايما الكنيسة بتعيد لوفاة الأشخاص، لأنه بتعتبر أنه هيدا مولدهم بالسماء. من هيك بعيد كل الأديار والرعايا والأشخاص يلي بياخدوا هالاسم، وكل محبي هذه القديسة الصبية الصغيرة يلي فتحت طريق سمتها طريق صغير وحب كبير. هيدا كان قناعتها، واعتبرت حالها محظوظة أنه هي ما فيها تعمل مثل القديسين الكبار. من هيك الله تنازل لعندها وأخذ طفولتها الروحية وجعل منها مثل الشمس الحلوة. وكمان اليوم بيوقع عيد أنا كتير بيعني لي، هو عيد سيدة الستر والحماية. يمكن ما في غير كنيسة واحدة بلبنان موجودة بسن الفيل. بعيد كمان أهلها، خدمت فيها لأنه 7 سنين. العذراء توبة ورأفتها وحنينها هني ستر لألنا، من هيك بنطلب شفاعتها. هي الدايمة البتولية وكلية القداسة. وأكيد بعيد كل الكهنة ويلي بيخدموا بهالرعاية، إن كان تيريز أو سيدة الحماية. تعرفوا نحن بقلب أحداث كبيرة، شايك؟ وطننا مثل كتير مناطق بالعالم وبالشرق هني بصعوبة. بدي أقرأ هالإنجيل على ضوء الأحداث، لأنه ما بحب أبداً أنه نكون عم نعيش الإيمان بميل والحياة وأحداثها بميل. يسوع يمكن من خلال لوقا بيقسم هالمقطع 2، بيحكي عن تطويبات وبيحكي بالمقابيل عن ويلات. كلمة طوبة بتعني هنيئاً سعيداً، نياله هيك بتعني. من إن الناس يلي نيالهم؟ بيقول يسوع المساكين. من هو المسكين؟ بتعرفوا شاكينة بيعني الذي هو مسكن. المسكين هو يلي ما عنده ولا ضمانة من برا ورافع إيديه وعم بيقول له: يا ربي أنت العوض، أنا قلبي مسكن إلك، تعا وشبع كياني، مليني. هيدا المسكين. مسكين منه الشخص يلي ما بيعرف يتصرف، بس منه الشخص يلي رايحة ومغلوب على أمره. هو يلي ما بده شيء من هالدنيا إلا رحمة ربنا ورضا. تاني شخص هو الجوعان. بمحل تاني عند متى بيقول الجائعين إلى البر. أنا هالآية أخذتها يوم اللي صرت خوري من 31 سنة. طوبى للجياع والعطاش إلى البر. شو هو البر؟ هو العدل، هو التقوى، هو الصلاح. نيال الإنسان يلي فيه بقلبه جوع لهالإشياء، جوعان إلى يعني ما صار له بس عم بيسعى. بقى نيال كل إنسان جوعان إلى الصلاح، لإله ولغيره، مش بس إله، مش أناني أنا. أنا مثل ما بدي شيء إلي بدي إياه إلكم، لأنه بيقول لي يسوع هالقاعدة الحلوة: عامل الناس مثل ما بتحب يعملوك. النوعية الثالثة بيقول لي: طوبى لكم أيها الباكون الآن. يا ربي بتحب النكد أنت؟ بيقول لي: لا،
بس إذا أنت بتعرف تبكي على خطاياك وبتعرف تبكي على كل الفرص الحلوة يلي أنت تركتها وما استفدت منها وطلبت من الله يعوض عليك، الله بيعوضها. الإنسان يلي ما بيبكي على خطاياه هيدا إنسان متخم مثل الطاووس، يلي شايف حاله مش خاطئ وما بيغلط هيدا إنسان ما بيتطور وما بيتصلح. من هيك دموعا أعطيني يا الله كما أعطيت قديما المرأة الخاطئة التي بلت قدماك بدموع عيونها. لكن أنا كإنسان مش يعني بدي أغرق بالخطية، بس بدي أبكي عليها لأنه بعتبر أنه كانت سبب أن تجرح علاقتي بالله، وأنا بدي أقرب من الله بقلب خطيتي، والله لما بيلاقيني حقيقة أنا عم ببكي على خطاياي بيجي وبيمسح كل دمعة من عيوننا. ما تخافوا تخطوا، خافوا ما تتوبوا. ما تخافوا توقعوا، خافوا ما توقفوا. ما تخافوا تكونوا بعد عندكم كتير نقاط مش ظابطة، خافوا ما تعرفوا تصرخوا لالله يلي قادر يمسح دموعكم. طوبى لكم حين يبغضكم الناس ويرذلونكم ويعيرونكم. بدي خبركم كتير في فكرة غلط موجودة بعالمنا، وهي انه المسيحي دايما مضطهد وغيره دايما مضطهد. مش صحيح الحكي، الانسان هو المضطهد. كل انسان بده يعيش انسانيته هو بحالة من الاضطهاد، بس ما بيسوى نحس انه نحن ضحايا. انا مش ضحية، مش يعني انا مغلوب على امري وانه انا دايما الناس وراي لاني منيح ولاني ادمي. مش صحيح، هيدي أزمة موجودة بين الإنسان بكل معنى الكلمة وبين اللي بعد ما اكتشف إنسانيته. ما تحطوا حالكم بصف المظلومين، بصف الضحايا واللي نحن مدري شو. لا لا، المسيحي منه مغلوب على أمره، هو غالب في المسيح المنتصر. كيف؟ لما باخد فكر المسيح وبجرب عيشه. إذا أنا مضطهد لأجل المسيح، لكن أنا ما إلي حق صير مضطهد للآخرين لأنه ما بيشبهوني. ولو حدا بيضطهدني ما بيصير عدوي، لو حدا بيضطهدني بدل هو بالنسبة إلي فرصة حتى أعبر له عن محبة السيد. وإلا شو يعني طوبى لألي؟ طوبى لألك يعني إذا أنت مكسور ومهزوم وقاعد بالزاوية بحس حاله واحد أنا ضحية وأنه الله بيحبني لأني ضحية. الله ما بده ضحايا، الله ما بده إلا ناس ثورجية بالمعنى الإيجابي للكلمة. هنيئا لألنا، لكن إذا نحن مسكين بالروح جوعانين للبر، وتالت شيء عم نعرف عن جد نبكي على خطايانا. والنقطة الأخيرة، إذا بيوم الأيام حسينا حالنا مرذولين مضطهدين، خلينا نطحش على الآخر يلي عم يعمل هالشي معنا ونقول له شو ما عملت أنت ما فيك تغلب محبة الله بقلبي. القسم الثاني هو الويلات. كلمة ويل ما بتعني أنه الله حاكم عليهم، بتعني كأنه حدا عم بيقول لهم يا مسكين بعد ما لقيتوا الطريق اللي بتوصل للحياة، بعد عندكم فرصة. الويل لإلكم مش يعني أنتم مرفوضين عندي، يعني بعد ما بلغتوا لتكتشفوا محبة الله. مين إن الناس الويل لإلهم؟ الأغنياء، مش بمعنى غني مصاري. الغني هو الذي استغنى عن الله، أحط ضمانته ورجاه بماله. بتقدر يكون معك شوية مصاري بس مفكر حالك إنك بهيدا الكارت أنت مالك الدنيا، وهذا بتخيل وهم. الويل لكم أيها المتخمون الآن. شو يعني واحد متخم؟ مش يعني أكل كتير، يعني إذا بدكم متنبلة، لأنه تعرفوا المتخوم بمد إجراه وبيعليهم بيصير بده واحد يدق له على ظهره تيدشى. هذا المتخم بده سيفن أب، بده. يا حبيبي لا، اترك محل دايما لحدا. تعرفوا المتخم يعني شبعان، عنده أصحاب كتير وعنده مصاري كتير وعنده ظهرات كتير، مش عايز حدا يجي على حياته جديد، ما بيعرف يوسع محل حدا. نيال الإنسان يلي دايما بيترك بحياته مساحة ووقت لكل شيء جديد، لكل حدا جديد. ما تكونوا بخلة بمحبتكم للآخرين. الويل لكم كمان يلي عم تضحكوا هلأ، عم تضحكوا بمعنى تستهزئوا، بمعنى أنه الدنيا بميل وأنتوا بميل، ما بتحسوا بحدا، ما بتشعروا بحدا. الويل لكم كمان آخر وحدة، إذا بيمدحوكم الكل هيدا غش. تعرفوا مش ممكن حدا كل الناس تحبني، مش ممكن كل الناس تمدحني،
وين المشكلة إذا مش كل الناس سقفت لي؟ وإذا حدا وقف وقال لي أنا ما بوافقك الرأي، أنه دغري بنهار مثلاً بقشد بالأرض بنهزم أبداً، إيه نعم يمكن معك حق، رح جرب عيد النظر بطريقة أفكاري. وكأنه هالمقطع من إنجيل لوقا، ولوقا طبيب وحساس وذكي وبيفهم، كأنه عم بيقول لي عندك معركتين. المعركة الأولى نيالك إذا بتعرف شو بدك وبتركز على الجوهري، وانتبه الويل لك، يعني انتبه إذا كنت عم تعيش بشكل موهوم وغيشش حالك ومصدق أنه اللي أنت عم تعمله كافي. بتخيل هالزويتين كيفين يطرحوا علي هالمجموعة من الأسئلة، أنا مين بدي كون، مين بحب كون، وشو عم بعمل حتى كون يلي الإنجيل عم يطرحوا عليّ.